بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. احنا وصلنا لكورنثوس الأولى إصحاح 9. الإصحاح ده بالذات يتميز أن معلمنا بولس بيدافع عن رسوليته وعن حقوقه وسلطانه كرئيس كهنة، وبعد كده بيرجع يقول أنا متنازل عن أغلب هذا الحق عشان ما اديش فرصة لحد يفهمني غلط أو يعثر فيه. عشان كده هو إصحاح مهم في الرعاية وفي فهم سلطان الكهنوت، وفي نفس الوقت في فهم وصية المحبة اللي تخلي الواحد يتنازل أحيانا عن بعض حقوقه عشان يحافظ على سلامة الخدمة من العثرات. فقال لنا في الأول أنا شفت المسيح وأنا رسول وأنا من حقي أن الكنيسة تصرف علي، ومن حقي أن أنا أقول بأخت زوجة زي باقي الرسل، إنما أنا مش بقول كده عشان أتجوز ولا بقول كده عشان محتاج فلوس من الكنيسة. وبعدين ملكوش حق أن أنتوا تتكلموا عن الجسديات وإحنا بنزرع لكم الروحيات. وقال ان الناموس اليهودي كان بيهتم حتى بالسطور اللي بيشتغل ويقول لا تكم ثورا دارسا. وصية الرب يسوع له المجد ان الفاعل مستحق اجرته، وان اللي بيخدم الانجيل من الانجيل يعيش. وبعدين شرح لنا دوافع خدمته، قال لنا الضرورة موضوع علي، ويل لي ان كنت لا ابشر. انا ما اقدرش اسكت، حب ربنا وحب الناس يخليني أخدم بدون ما أفكر هكسب إيه. أنا بكسب مشاكل وبكسب هموم وبكسب سجن وبكسب اضطهادات، إنما كل ده مش بحسبه، لأن في ضرورة جوايا ملحة، في حب شديد بيدفعني إن أنا أخدم من غير ما أحسب هكسب إيه ولا هخسر إيه. وبعدين قال لنا مبدأ من مبادئ ربح النفوس، ان الواحد يطوع نفسه لخدمة كل نوع من البشر. فقال لنا القاعدة الجميلة، اذ كنت حرا من الجميع استعبدت نفسي للجميع لاربح الاكثرين. فصرت لليهودي كيهودي لاربح اليهود، وصرت للذين تحت الناموس كأني تحت الناموس لاربح الذين تحت الناموس، وللذين بلا ناموس كأني بلا ناموس، مع أني لست بلا ناموس لله بل تحت ناموس للمسيح لأربح الذين بلا ناموس. احنا برضو قلنا أن معلمنا بولس كان فيه هذه الصفة العجيبة فضيلة، أنه لما يكلم اليهودي يكلمه من العهد القديم ومن الشريعة ومن الأنبياء، ويظهر قدامه أنه يهودي متمسك بالكتاب العهد القديم جدا، فيلاقي الحوار سهل معاه. فمرة معلمنا بولس اتسجن في أورشليم وكان عاوزين يقطعوه اليهود يموتوه، وجي قائد المئة خطفه من ايديهم قبل ما يفتكوا بيه. ولما وصل للمعسكر قال له ممكن أكلم الجماهير دي المتظاهرة دي؟ قال له كلمه. فابتدى يكلم الجماهير بالعبرية، فالناس سكتت وأنصتت. ليه؟ كان عنده حكمة، عاوز يقول لهم أنا معتز بلغتي اليهودية بتاعتكم عشان يكسبوا. وابتدى يشرح من العهد القديم ويشهد للمسيح، بينما قائد المئة الروماني والجماعة العساكر هما مش فاهمين، فعاوز يقول لهم أنا بتاعكم قبل ما أكون بتاعهم، أنا في الأصل يهودي زيكم فاسمعوني. حكمة. إنما لما يدخل أتينا في معقل الفلسفة تلاقوه يتكلم بالفلسفة، يقول لهم شعراءكم بيقولوا أننا به نحيا ونتحرك ونوجد، فلسفتكم قالوا أننا نحن ذرية الله، يعني إحنا أولاد ربنا،
فإذا كانوا الفلاسفة دول محقين، ما ينفعش في الآخر اللاهوت يشبه بذهب وفضة وحجر وإحنا أولاده. شوفوا بيتكلم ما بيقولش بقى موسى ولا أرمية ولا أشعية. هو ده اللي كان بيعمله بولس عشان يقدم المسيح لليهود ويقدم المسيح للوثنيين ويقدم المسيح لكل شخص. وبعدين يقول صرت للضعفاء كضعيف لأربح الضعفاء. إزاي الواحد يبقى ضعيف وهو في داخله قوي؟ يخفي قوته. يعني بولس الرسول قوي، شخص مليان بالروح القدس، في مواهب، في معجزات، في إخراج شياطين، قوي في الإرادة، قوي في الكلمة. إنما لما يقعد مع شخص عنده نوع من صغر النفس يحسسه إنه إنسان زيه زيه، ويمكن مش بعيد يقول له على فكرة أنا كنت أوحش منك، يمكن مش بعيد يقول له أنا كنت مفتري، أنا كنت في يوم من الأيام جدفت على اسم يسوع المسيح اللي أنا ببشر بيه النهاردة. فيظهر ضعفه أمام هذا الضعيف، يقوم يديله رجاء. إذا كان هو ابتدى بداية وحشة كده وبقى كده، يقوم الضعيف ده كمان يجيله ثقة في نفسه ورجاء أن ربنا اللي قبل بولس يقبلني، واللي خلى شاول الطرسوسي يبقى رسول يخليني أنا كمان أشتغل معاه. فهنا صرت للضعيف الضعفاء كضعيف، يعني يخفي قوته ويظهر إنسانيته الضعيفة عشان يخلي الضعيف يقرب. لأن ممكن الواحد يتخض من واحد زي بولس كده ويحس إن ده شخص مش عادي، إحنا مش هنقدر نبقى زيه. لكن لما بولس يكشف عن ضعفه يقرب قوي من نفس مستمعيه الضعفاء، فحسوا ان طريق الملكوت مش صعب مش مستحيل. صرت للضعفاء كضعيف لأربح الضعفاء، صرت للكل كل شيء لأخلص على كل حال قوما. مش سهل ان الواحد يقدر يطوع في نفسه كده، يعني صرت للكل كل شيء، دي عاوزة تواضع شديد وعاوزة حب شديد لربنا وللناس يخلي الواحد مستعد يعمل أي حاجة عشان يكسب اللي قصاده. رابح النفوس حكيم اللي شايف السماء وعارف ثمنها الغالي، وشايف الناحية التانية جهنم وعارف مصيرها المزعج، بيبقى عاوز ينقذ الناس مهما عمل، مهما كلفه، مهما داس على نفسه وعلى شخصيته وعلى حاجات جواه. صرت للكل كل شيء لأربح على كل حال قوما. طبعا ده علمنا مبدأ روحي جميل، هل احنا مشغولين على خلاص النفوس بنفس هذا الحماس؟ هل الواحد فينا يقدر يقول ويل لي إن كنت لا أبشر؟ هل الواحد فينا بيقول أنا مستعد أبقى ضعيف زي الضعيف وأبقى يهودي زي اليهودي كأني يعني عشان بس أكسب الناس لربنا؟ ولا الواحد فينا كده في قالب محدد عاوز كل الناس تجيله؟ لا، ده اللي عاوز يكسب الناس هيروح للناس وهيقرب من الناس وهيقدم المسيح اللي ينفع الناس دول. يمكن الملحوظة دي تلاحظوها حتى في كتابة الأناجيل بالروح القدس. يعني احنا لما ندرس الأناجيل الأربعة نكتشف ان الروح القدس ساق معلمنا متى اليهودي عشان يكتب انجيل متى يقدم المسيح المسيا اللي اليهودي مستنين، الذي يتحقق في كل النبوات. ما هو اليهودي هي دي اللي تفرق معاه، ان المسيح اللي بنبشر به هو المسيح بتاعه اللي العهد القديم بيتكلم عنه. بينما معلمنا مرقس الرجل مع انه في الاصل يهودي برضه، انه بيكلم ناس رومان ما يعرفوش نبوات، ما يجيبش نبوات خالص في انجيله، كل اللي يركز عليه المسيح القوي، لان الرومان عايزين يمشوا وراء اله قوي، وراء مسيح قوي، فيوريهم المسيح اللي بيعمل معجزات وله سلطان على الطبيعة والامراض والشياطين. الروح القدس يسوق معلمنا لوقا يخليه يقدم المسيح المثالي الكامل المتواضع الوديع
اللي فيه كل حاجة حلوة من ناحية الإنسانية، لأنه بيخاطب العقلية اليونانية. اليونانيين ما يهمهمش العهد القديم ولا ينبهروا بالقوة، إنما ينبهروا بالمثالية. سيقدم لهم المسيح يحب كل الناس وكل مشاعره نقية جدا وكل حلاوة ومشتهيات. عشان اليوناني من دول يقول له أيوة أنا عاوز أمشي ورا المسيح بتاعك ده، عجبني. إذن وده ساعات يلخبط الناس، يقول الله في اختلاف شوية بين إنجيل وإنجيل. هو ما فيش اختلاف في الموضوع، هو نفس المسيح له المجد. إنما الرسالة دي منقولة لليهودي غير للروماني غير لليوناني، عشان نوصل المسيح للكل. والمسيح فيه كل حاجة حلوة، فيه كل حاجة مطلوبة. صرت للكل، كل شيء لأخلص على كل حال قوما. برضو كلمة أخلص، هل دي معناها أن الخلاص بولس هيشارك فيه؟ لا طبعا، من الناحية اللاهوتية ليس مخلص إلا الله وحده، إلا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح. هو اللي دفع دم خلصنا، هو اللي مات عننا، هو اللي فدانا. لكن الخادم يشترك في خلاص المخدوم. يعني معلمنا بولس بيقول، بيتجاسر ويقول بالروح القدس لأخلص. طب هو أنت اللي هتخلص يا بولس؟ قال لا، ما ربنا بيستخدمني عشان أجيب ناس، أرجع له ناس. إذا نشوف الدور الخطير، نحن نشترك في رسالة المسيح له المجد. المسيح جاء مخلصا إلى العالم، وإحنا مسؤولين نوصل الخلاص ده للناس. ومن اتضاع ربنا ان ممكن يقول انك شاركت في خلاص فلان. يا رب احنا ايه ده، احنا عاوزين اللي يفدينا ويخلصنا، احنا نفسنا محكوم علينا. لكن لما الواحد يدعو اخرين ويسعى في خلاص النفوس، اشترك في خلاص النفوس، حتى ان بولس يقول لأخلص على كل حال قوما. ده يدي الخدمة مكانة عظيمة جدا في اي عمل. أرفع عمل في الوجود كله هو ربح النفوس. أجمل شغلانة في الدنيا أنك تحط إيدك مع ربنا لتخلص على كل حال قوما. لما ربنا يسوع له المجد قال لبطرس، من الآن تكون تصطاد ناس، تترقى ترقية كبيرة قوي. مش مجرد يبقى مثلا مهندس ولا وزير ولا ملك ولا، لا لا لا، ده هيشتغل مع ربنا له المجد في خلاص أولاده. أعظم حاجة. وعشان كده احنا بنعتبر اللي بيخدم بيشترك مع ربنا نفسه. فدي مفيش شغلانة مهما كانت مكانها في قيمة الخدمة. الخدمة أرفع مستوى لأنه يشترك في خلاص الآخرين. لأخلص على كل حال قوما، وهذا أنا أفعله لأجل الإنجيل، لأكون شريكا فيه. أفعله لأجل الإنجيل، عارفين في الوقت ده الإنجيل ما كانش اتكتب أو اكتمل كعهد جديد، إنما الإنجيل في معناه موجود من أول لحظة. البشارة، الخبر بالمسيح المتجسد، الإله المتجسد، الفادي، المخلص، ده موضوع الإنجيل. لما الواحد يقدم الإنجيل بيسموه شريك الإنجيل. لما الواحد مش بس يقرأ الإنجيل لنفسه، يحاول يوصله للناس، بقى مشارك للإنجيل، مشارك في الخبر المفرح. زي ما يقول، ما أجمل أقدام المبشرين بالسلام، المبشرين بالخيرات. كلمة بشارة دي يعني إنجيل. يعني الشخص اللي ماشي على رجليه عشان يروح يدي إنجيل لشخص أو يوصل له رسالة الإنجيل، السماء بتقول ما أجمل أقدامك. كل خطوة عند ربنا محسوبة وغالية، لأنك بتعمل اللي المسيح له المجد عاوز يعمله. فبيقول أنا بعمل كده عشان بحب الإنجيل، بحب البشارة، بحب الموضوع اللي أنا عايش عشانه، وأنا شريك لي الإنجيل ده. زي ما بيقول لي وصل الخبر للناس، بيقول لي حيث أكون أنا هناك أيضا يكون خادمي. فالإنجيل وعدني أن أنا أشترك في المجد. إن كنا نشترك في الألام، نشترك أيضا في الأمجاد. إن كنا نتألم معه، نتمجد أيضا معه.
هنا معلمنا بولس عشان يحفزنا كلنا للخدمة هيدي أمثلة جميلة قوي عن كيف يكون الخادم، وهو الأمثلة دي واضحة قصاد نظره، يعني تعتبر أمثلة بتحركه هو شخصيا كخادم أو كرسول. ومعلمنا بولس بيتبع منهج ربنا يسوع له المجد، إنه لما يبسط المعنى يديله مثل. ربنا يسوع يتقال عليه بدون مثل لم يكن يكلمهم، عشان يشرح لنا تأثير كلمة ربنا على كل قلب. يدينا مثل الزارع وأنواع القلوب زي أنواع أراضي. هنا معلمنا بولس هيدينا حكمة الخدمة من بعض الحاجات المحيطة به. في الوقت ده كانت البلاد اليونانية منتشر فيها جدا الألعاب، الأولمبيات، المسابقات الرياضية. كانوا مغرمين جدا بالمصارعة، بالجري، الماراثون، كل ده في الأصل ألعاب يونانية وانتشرت في العالم. فهنا هيدي مثل ويقول: ألستم تعلمون أن الذين يركضون في الميدان، يركضون بالضاد يعني بيجروا، في الميدان يعني في السبق، في حلبة السبق أو في المسار بتاع الجري، جميعهم يركضون ولكن واحد يأخذ الجائزة أو الجعالة. يعني ما تبص على سبق جري تلاقي كل الناس بتجري، مش ممكن تتفرج على سبق جري تلاقي ناس بتتمشى، لما كله بيجري. لكن كمان ايه اللي بيخلي واحد يجري اسرع من واحد؟ حماس. حماسه الايه؟ في جايزة في الاخر، في كاس عاوز ياخده. هكذا اركضوا لكي تنالوا. يبقى اول درس عاوز يقوله لنا هنا، الحياة الروحية عاوزة الواحد يجري، ياخدها جري. احنا للأسف اغلبنا بنتمشى. يعني ايه؟ يعني بناخد الامور ببرود شوي. اللي بيجري ده سخن، رياضي سخن، وجريه يدل على حماس الشديد للجائزة. فإذا كانت الجائزة بالنسبة لنا ملكوت السماوات، حاجة غالية جدا، المفروض الواحد يجري. طب يعني ايه الواحد يجري في الحياة الروحية؟ يعني مثلا الواحد يشوفها حتى في الناس اللي بتقرب من ربنا جديد. ممكن واحد يكون يعني بدأ رحلة توبة قوية، يقوم يمسك الإنجيل ده يلتهمه التهام، يبقى كان جاهل بيه خالص، معرفش عنه حاجة، وفي ظرف 6 شهور تلاقيه مخطط ومذاكر ومحافظ، وكل يوم 2 3 ساعات يذاكر، ولا كأنه رجع المدرسة زمان ولا الكلية، واخدها في منتهى الحماس والجدية. في ظرف 6 شهور تلاقيه سبق خدام وسبق ناس بقالهم 10 20 سنة في الكنيسة بيحضروا اجتماعات. ايه اللي حصل؟ هو سبق زي السبق، خدها جري. واحد تاني اهو على قد الوعظة بتاعت كل اسبوع، كويس كده ادينا فتحنا الانجيل. لا، ده في واحد تاني كل يوم بالساعات لانه واخدها جري. واحد مثلا يترسم شماس وبعدين تلاقيها حس بالمسؤولية وخدها جري، يجيب كتب الطقس ويذاكر، ويجيب المعلم يتعلم عليه ألحان ويحضر دروس ألحان، ويقعد يسأل في كل حاجة مش فاهمها في القداس. في ظرف كم شهر تلاقيه بقى شماس شاطر وحافظ وحابب الكنيسة وفاهم طقسها، خدها جري. خدها جري. واحد تاني يترسم يقعد بال20 30 سنة، لو وقف شماس أو ما وقفش مش حاسس بالمسؤولية، بيتمشى. واحد يدخل الخدمة جديد يبقى سخن زي الدينامو، مش عاوز يقعد، مش عاوز يريح، عاوز كل يوم يعمل حاجة، عاوز كل يوم يدخل البيت يكلمهم عن ربنا طبعا بحكم وبإرشاد، إنما يوم يديه للتحضير ويوم يديه للصلاة ويوم ثالث ينزل الافتقاد اللي عليه، واخدها جري. واحد تاني يدخل الخدمة ويعني بظروفها، لو لقى وقت يفتح يقرأ شوية يفتح، لو ما لقاش خلاص، لو عنده وقت يخدم ماشي، لو شوية بس ايه صداع مفيش داعي النهاردة، لا ده مش جاري بقى، ده مش سابق. فهنا تلاحظوا ان معلمنا بولس بيقول لنا لازم تاخدوها جاري. اللي شايف الملكوت بيجري بنفس هذا المنطلق ربح النفوس. احنا بنسابق الزمن
في خلاص الناس اللي حوالينا. ليه؟ الشخص اللي انت شايفه النهاردة يمكن بكرة ما تشوفوش، والشخص اللي قصاد عينك النهاردة يمكن دي آخر فرصة وآخر رسالة توصلها له عن ربنا. حد عارف أنا ولا هو حد فينا هتخلص حياته إمتى؟ ما يمكن أقول بلاش النهاردة أكلمه تخلص حياته الأسبوع ده، معرفش أكلمه تاني. فنحن في سبق مع الزمن، لأن الأيام شريرة، مفتدين الوقت. هنا الحكاية محتاجة جري، محتاجة جري، تبقى مستخسر الوقت في الراحة زي المتسابق اللي في الميدان. ساعات في ماراثون يبقى طويل قوي كذا كيلو متر، ممكن الرياضي من دول يجي في باله يقول ايه، طب اريح شوية اخد نفسي 10 دقايق وارجع اكمل. عارفين لو عمل كده لا يمكن يكسب، لا يمكن. اللي هيقعد يريح ده هيريح، وعقبال ما يسخن عضلاته تاني ويسخن ويجري هيكون في 100 واحد سبقوه. انما التاني كل ما ينهج ويحس انه على اخره يقول معلش هانت، هي بس فاضل كم كيلو، بيسابق الوقت. هل احنا في سبق مع الوقت؟ حاسين بقيمة الوقت؟ هو شوية ايام هنقضيها هتكسب فيها كم نفس للسماء، هتفرح ربنا بكام شخص في كام يوم اللي انت قاعدهم، ولا حتى نفسك يمكن تضيع منك. تفرق كتير قوي بين واحد بيجري زي بولس الرسول كل يوم يسوى عنده نفوس، وبين واحد زي حالتنا اهو نايم في الخط، تبقى عنده فرص قد كده يكلم عن ربنا او يشهد لربنا ومش في باله لانه مش واخدها جاري. اركضوا لكي تنالوا، سبق مع الزمن. وبعدين هيتكلم عن نوع تاني من الرياضة. عند اليونانيين في رياضة الملاكمة او المصارعة. الرياضي عامة تلاحظ انه ملتزم جدا في حياته، الرياضي المحترف، فيقول كل من يجاهد، يجاهد هنا يعني بيتدرب، كل اللي بيتدرب يضبط نفسه في كل شيء. يعني لو شفت حد من الملاكمين مثلا المحترفين ما ياكلش اي اكل، وفي مواعيد نوم، وفي بيحسبوها له بالكالوريز كده الاكل بتاعه، وفي فترة تدريب بالساعة، وكل حاجة بالمسطرة، ما يقدرش بقى يسهر براحته زي بقية الشباب ولا يأكل براحته أكل على مزاجه. لو هو محترف كل كيلو بيفرق في وزنه، وكل ساعة في تدريبه بتفرق، ده لأنه شايف الكاس عاوز يوصل. كل من يجاهد يضبط نفسه في كل شيء، يعني بيضبط الأكل والشرب والعلاقات والوقت والراحة، كل حاجة بحساب. إذا كان ده الرياضي اللي هيكسب في الآخر كاس في الأرض، طب وما للشخص اللي بيجري على السماء مفروض يعمل إيه؟ كل من يجاهد يضبط نفسه في كل شيء. أما أولئك الرياضيين دول فلكي يأخذوا إكليلا يفنى، يعني هم بيعملوا ده كله والإكليل بتاعهم في الآخر مجرد كاس أو جايزة أيا كان قيمتها، يفنى قيمته. وأما نحن فإكليلا لا يفنى. يعني خلونا نتعلم من الرياضيين دول اللي واخدينها بجدية وبيجروا ورا جايزة قيمتها ضعيف مهما كان هيسيبوها ويمشوا، إنما احنا اللي شايفين الجايزة الكبيرة السماء مفروض نعمل أكتر من اللي بيعملوه. يبقى علمنا درس تاني من الرياضيين. درس الأولاني هو الركض، هو الحماس، الواحد ما يستسلمش للراحة في حياة الروحية. الدرس الثاني هو الضبط، ضبط النفس. ده مناسب لموسم الصيام. في الصيام الواحد بيعلم نفسه يضبط نفسه، لما يضبط بطنه وحلقه عن الأكل والشرب يبقى بمواعيد وبكميات وبنوعيات زي ما الكنيسة علمتنا ضبط، يوم يعود لسانه مش أي كلمة تطلع، ويعود عينه مش أي نظرة تروح، ويعود فكره مش أي فكرة تفكر فيها، ويعود جسده مش أي ساعة تنامها. إيه الحكاية؟ كل من يجاهد يضبط نفسه في كل شيء. واحد منضبط زي الضابط بيضبط نفسه. ليه؟ لأنه قدامه جايزة مش عاوزة تروح منه، خايف عليها.
ملكوت سماوي. مش معقول هيسيبه يهرب. كل من يجاهد يضبط نفسه في كل شيء، أما أولئك فلكي يأخذوا إكليلا يفنى، وأما نحن فإكليلا لا يفنى. إذن أنا أركض. بعد ما قال لنا المبدأ قال بصوا يا جماعة أنا بقى عايش بالمبدأ ده. لألا واحد يقول ما هو بولس بيقول كلام صعب، بيقول كلام أعلى من قدراتنا. لا، هو الراجل ده برضه متعلم من ربنا يسوع إنه ما يقولش حاجة غير لما يكون بيعملها. الإنجيل يقول جميع ما ابتدأ يسوع يعمله ويعلم به. يعني ربنا يسوع اللي كان بيعمله كان بيعلم به. مفيش حاجة علمها لنا المسيح إلا وكان عايش. هكذا أيضا تلاميذه ما كانوش يقولوا كلام نظري ولا كلام مثالي أعلى من قدراته، يقولوا اللي هم عايشينه. فلما بيقول لنا أركضوا يقول بعدها إذا أنا أركض، يعني كأنه بيقول بصوا عليا. لو أنتوا عايزين تفهموا يعني إيه واحد بيجري، أنا كبولس بستخسر النوم عشان بس الحاض مع الناس اللي هوصلهم للسماء. أنا كبولس باخد بقية الوقت اللي مفهوش ناس صلاة عشان الصلاة تثبت إيمان الناس اللي راجع دول. بيركض، عندوش وقت يضيع. إذا أنا أركض هكذا كأنه ليس عن غير يقين. يعني إيه دي؟ ليس عن غير يقين. عارفين في العربي نفي، النفي إثبات. فكأنه عن يقين. يعني إيه واحد يفتكر إن أنا بجري في الهوى كده يعني مش عارف أنا رايح فين؟ لا، أنا أجري عن يقين. يعني أنا شايف سك، شايف اللين بتاعي اللي بجري فيه اللي يوصل على السماء. فأنا مش بجري كده وخلاص كأني بجري بدون هدف، زي واحد عمال يجري يقولوا له ارحم نفسك رايح على فين. بس ده جري في الشغل مثلا. واحد بيجري في الشغل زيادة قوي، اشتغل 16 ساعة صحته اتعدمت، يقولوا له يا اخي بتجري على ايه؟ صحيح معاهم حق، بتجري على ايه؟ على ايه؟ على نهاية عمرك؟ ايه يعني؟ على فلوس؟ طب ما انت هتسيبها. واحد بيجري بحماس شديد ضيع عمره كله عشان يوصل لمركز معين، برضه هنا يستاهل يتقال له بتجري على ايه؟ انما اللي بيجري في الطريق الروحي او في خدمة ربنا لا، هو بيجري عن يقين. ليس كأنه عن غير يقين، هو عارف بيجري على ايه، مش بيجري ومش شايف هدف، ده شايف هدف. هنا يضيف حتة تانية، إلى أي مدى الهدف واضح؟ إلى أي مدى السماء شغل الواحد فينا؟ حياته الأبدية دي اللي هتدي قيمة لوقته هنا، والكل عمل بيعمله والكل ساعة عيش. لو هو شايف السماء واضحة كل ساعة هنا تسوى كتير قوي، لو السماء مش واضحة خلينا نضيع وقت، ما هي كده كده إيه، فلنأكل ونشرب لأننا غدا نموت. ده لو مش شايف السماء. إنما لو عنده إيمان بالحياة الأبدية لا، فيش وقت يضيع أبدا. إذن أنا أركض هكذا. معلمنا بولس التشبيه ده كان بيشغله في رسالته الأخيرة لتيموساوس، برضه يقول نفس فكرة الرياضي دي والجهاد، ويستخدم كده كلمة تاني في الرياضة معروفة وقتها عندهم، يقول ليس أحد يجاهد، لا يكلل أحد إن لم يجاهد قانونيا. يعني إيه؟ يعني محدش بياخد الجايزة إلا لما يمشي على أصول اللعبة. جهاد قانوني يعني حسب قوانين اللعبة. يعني أديكم مثل بسيط موجود دلوقتي في الرياضة، في المسابقات الجارية أظن أن في بعضها لازم يبقى كل متسابق بيمشي في خط محدد. لو عرج شوية يمين وشوية شمال وطلع بره الخط في الجري أو في السباحة بيعتبروه حتى لو سبق ما ياخدش الإكليل، ما ياخدش الجايزة. ليه؟ أصل عدى الخط. ده اللي اسمه جهاد قانوني. جهاد قانوني يعني حسب الأصول، حسب القوانين. برضو الحياة الروحية كده، الحياة الروحية ليها أصول، ليها قوانين، وليها مدرب، وليها كتب. يعني الإنجيل مع أب الاعتراف، مرشد الروحي، مع أقوال القديسين، في أصول للجهاد. إنما أنت من بالك كده هتقول تتفرج على التلفزيون وتقول أدخل السبق وألعب ملاكمة،
تفتكر ان الملاكمة بالبساطة اللي انت شايفها في التلفزيون دي؟ لا طبعا، هتتغلب من اول جولة. الحكاية لها قوانين. فبرضو ده يضاف الى تشبيه الرياضي، الواحد لازم زي ما بيلعبوها صح لازم يجاهد صح، يبقى له أب اعتراف بيشجعله ويمشي على كلام الإنجيل وتعليم الكنيسة، وإلا يبقى بيطلع برا الخط. إذن أنا أركض هكذا كأنه ليس عن غير يقين، هكذا أضارب، دخل في تشبيه الملاكمة، كأني لا أضرب الهواء. تعرفين في أول الماتشات ساعات بتوع الملاكمة يقعدوا يمشوا إيديهم كده بس في الهواء، في الهواء، والناس تتفرج عليهم كنوع من التشجيع، كما فيش ملاكم قصاده. فبرضه لو فضل على كده على طول يقولوا عليه ده ماله، ده بيعمل كده ليه إذا ما كانش في ملاكم قصاد منه. فبولس برضه بيقول لما تشوفوني بحارب ما تفتكروش إن ما فيش عدو، لا في عدو، في عدو غير منظور. يبقى خلي بالكم، هو بيسابق الزمن وبيحارب عدو، بيسابق الزمن في كلمة أركض، وهنا أضارب معناه في الحياة الروحية دايما في طرف غير منظور بس موجود، في شطان، في شهوات، في إغراءات، في تحديات. فأنت مش بتحارب الهوى، لا، أنت بتحارب روح الشر اللي في العالم، رئيس هذا العالم اللي عاوز ياخدك جهنم. فنحن لا نضرب الهواء. في عايز يقول لك انت صايم وتعب نفسك ليه؟ كانك بتضرب في الهواء. لا مش بضرب في الهواء، انا بصوم عشان اغلب الشر اللي في حياتي وحياه غيري. انا بصلي مش كاني بضرب في هواء، انا بغلب الشر اللي في حياتي وبيتي وحياه غيري. هي معركه حقيقيه. صحيح الملاكم الاخر غير منظور ولكنه موجود، ونحن نثق في وجوده، وعارفين ان هو لو سبت له فرصة هيديني الضربة القاضية، فلازم أخد بالي. فأنا بضرب عن يقين، ولا أضرب كأني أضرب الهواء، إنما أنا بضرب عدو حقيقي. برضو بولس كتير ما تكلم عن الحرب الروحية، لدرجة في أفسس 6 لبسنا لبس حرب من رأسنا لرجلينا، قال خذوا خوذة الخلاص وترس الإيمان ودرع البر وحازين أرجلكم باستعداد إنجيل السلام وسيف الروح، وطلع كل واحد فينا لابس لبس عسكري من رأسه الرجلين. حرب، حرب بجد، بس ما عملناش حرب مع بشر، البشر كله طيبين وغلاب نحبهم كلهم مهما عملوا، إنما حربنا مع أرواح الشر، أجناد الشر الروحية في السماويات. أنا أركض هكذا كأنه ليس عن غير يقين، هكذا أضارب كأني لا أضرب الهواء، بل أقمع جسدي وأستعبده، حتى بعدما كرست للآخرين لا أصير أنا نفسي مرفوضا. الفعل الثالث في الجزء ده، الأولاني كان أركض أو أركض جري، الفعل الثاني بضرب حرب، الفعل الثالث أقمع. كأن في سبق مع الوقت، وفي سبق مع الشيطان، وفي سبق مع نفسي أنا، في مشكلة داخلية بيني وبين نفسي. ده أنا ممكن أحارب الدنيا كلها ومعرفش أغلب نفسي، عشان كده الكتاب سبق وقال مالك روحه خير ممن يملك مدينة، والمسيح له المجد قال ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه. فمعلمنا بولس واعي جدا وصاحي، قال اوعى تفتكروا مع حرصي على الخدمة وخلاص النفوس شرق وغرب ويهودي واممي وناموسي وغير ناموسي ان انا نسيت نفسي، لا، ده انا خايف من نفسي. اقمع جسدي واستعبده حتى بعدما كرست للآخرين لا اصير انا نفسي مرفوضا. الآية دي مهمة لأنها تمثل منهج رائع لكل اللي بيشتغلوا مع ربنا في خدمة خلاص النفوس. ليه؟ لأن ساعات الخدمة تستهوي الواحد فينا. طبعا حاجة جميلة أنك تشتغل مع ربنا وتجيب له الناس، إنما لو كان الواحد فينا مش مركز في حياته هو يتسرق، هو نفسه يتسرق، تتسرق أبديته. ليه؟ ربنا زي ما عاوزنا نجيب ناس للسماء عاوزنا أنقياء القلب،
عاوزنا مليانين قداسة. طوبى لأنقياء القلب يعينون الله. طب هل أنت مشغول بنقاوة قلبك زي ما أنت مشغول إن أخوك يرجع لربنا؟ اوعى دي تعطلك عندي. نقي أولا داخل الكأس والصحف. الشخص الروحاني مهما خدم ما ينساش نفسه، يرجع تاني يقول لا لازم أصلي وأقعد مع الإنجيل وأنا كمان أكل وأشبع، لأن لو ما أكلتش ربنا وشبعت بيه هما ممكن يوصلوا السماء وأنا ما أوصلش. هما يحبوا ربنا وأنا أنسى نفسي والأيام تاخدني وألاقي نفسي في الآخر هما دخلوا وأنا ما وصلتش. الروح دي اللي فيها تواضع، لأن واحد يستغرب يقول لبولس هل يا بولس معقول تقول على نفسك أصير مرفوض بعد كل اللي عملته؟ معقول ممكن السماء ترفضك وانت يعني فتحت بلاد وعملت كنايس وجبت ألفات مؤلفة ربنا يسوع، كتبت نص العهد الجديد، ممكن بعد ده كله تبقى مرفوض؟ يقول اه ممكن، لو ما كنتش اخد بالي من نفسي وعيش في قداسة زي ما المسيح عاوزني، طب انا ممكن اطلع بره الخط وضيع. الآية دي تبكت كل من يثق في نفسه زيادة ويعتبر نفسه انه لن يرفض ابدا مهما حصل. ليه طيب؟ اذا كان بولس الرسول حط هذا الاحتمال ومخليه مركز في نفسه بياخد باله من جهاته، يبقى كل واحد فينا يجاهد. اغسطينوس هنا له تامل جميل، يقول انا لازم اخاف على بيتي لان ادم بيته دخل فيه حرب بين ولاده، ابونا ابراهيم طلع في بيته هاجر اسماعيل، اسحاق اتقال عنه أحببت يعقوب وأبغضت عيسو، يعقوب ولاده باعوا أخوهم، موسى النبي حصل في بيته مشاكل، داود النبي ولاده وقعوا في بعض وهو نفسه وقع في الزنا، سليمان اللي كان أحكم إنسان كان هيضيع ورا الستات الوثنية، طلع من سلسلة كل القصص دي وانتهى وقال ال 12 تلميذ طلع منهم يهوذا، وقال أكتر من كده بيت السماء وقعوا منه ملائكة، فكيف لا أخاف على حياتي وبيتي؟ فمين المعنى؟ يعني كل البيوت المختارة اللي المفروض تبقى مثالية ومتوقعين إن لا يمكن يحصل فيها رفض، كان فيها رفض ومشاكل وهموم. يبقى الواحد فينا زي ما يخافش على نفسه، مهما خدم يرجع يخاف على نفسه. ويخاف على نفسه يعني ايه؟ يعني لا يأتمن جسده، اقمع جسدي واستعبده. طب ده انت يا بولس عايش حياتك صلاة وصوم، يقول معلش اخاف جسدي يطلب ايه يرتاح زيادة يقوم يطفي الروح اللي فيا ويضيعني، فانا واقفله. ده انت حتى كبير في السن وعمال تجاهد وبتنام قليل، معلش يقول انا واقف لجسدي اقمعه وأدبه، لازم يخضع للروح القدس اللي فيه، مش الجسد اللي يسوقني، ده روح الله هو اللي يسوق. وده اللي قاله في رمية لما قال الذين ينقادون بروح الله أولئك هم أولاد الله، لأن اهتمام الجسد موت واهتمام الروح حياة أبدية. وإن كنتم تعيشون حسب الجسد ستموتون، وإن كنتم بالروح تميتون أعمال الجسد فستحيون. هذا الرجل العظيم بعد ما قال التعليم ده قال على نفسه أنا عايش الكلام ده، يعني مش بيقول الكلام ده كلام للناس وللنشر، لا الكلام ده منهج حياته. أقمع أنا جسدي وأستعبده، جهاد. الواحد يتعجب من هذا العظيم، إزاي لسه في تركيز على جهاده هو؟ طب ده انت كل تفكيرك رايح في خلاص الناس وفتح الكنائس، وبعدها تقول الاهتمام بجميع الكنائس التراكم علي كل يوم، انما ده برضو ما يخلوش ينسى جهاده ونفسه وبيته. اقمع جسدي واستعبده، برضو كلمة استعبده معناه ان الجسد يريد ان يكون سيد، والانسان الروحاني لا يسمح لجسده ان يسوده، لازم هو اللي يستعبد جسده. الجسد مقدس، الجسد مش عدو، لكن الجسد لو سبته
ممكن يسوءك في الغلط، فالجسد تتعامل معاه باحترام بقداسة، لكن تبقى عارف ان الشهوات الجسدية لو سبتها تسوءك وتدخلك في سكة غلط. فلازم جسدك تمشيه بالعصاية زي العبد، ما تمشيش ورا طلباته ورا أهوائه. زي واحد مثلا يكون عنده مرض السكر فممنوع عنه الأكل أكلات معينة مثلا، ما يأكلهاش أو يأكلها بحساب، لو ساب نفسه لجسده ده ممكن يضيع. إنما الشخص اللي عنده إرادة يقول لك لا، أكل ده ما بأكلوش مهما حصل. ليه؟ هنا إرادته تخلي جسده يسمع الكلام، مش جسده هو اللي يسوء. إذا كنا بنعمل كده في الأمراض الجسدية، طب الأولى في الأمراض الروحية؟ كنا بنعمل كده عشان نطول في عمرنا كام سنة على الأرض، يبقى بالأولى نعمل كده عشان ندخل الحياة الأبدية. يعني الواحد مشغول على صحته لمجرد يطول عمره كام سنة، طب إيه رأيك تشتغل بصحتك الروحية بنفس هذا الحرص وأكتر، عشان في حياة أبدية مش سنة ولا اتنين. أقمع جسدي وأستعبده. وهنا تلاحظ أنه هو لا يقمع جسد الآخرين ولا يستعبد أجساد الآخرين، دي حتة شخصية. هو مع الآخرين طيب وحنين وأب وراعي، إنما مع نفسه جديد وسيد على نفسه وعبد للآخرين. هو قال أنا صرت عبدا للكل إلا جسدي، أنا سيد عليه. ده الشخص الروحي. تلاحظ الشخص العالمي عكس كده، الشخص العالمي عبد لشهواته وعامل فيها سيد على اللي حواليه، أما الشخص الروحاني عبده خدام لكل اللي حواليه وسيد على طلباته وطباعه وجسده. أقمع جسدي وأستعبده حتى بعدما كرست للآخرين لا أصير أنا نفسي مرفوضة. كأن الواحد عاوز يراجع ثلاث أفعال، قال أركض وقال أضارب وقال أقمع. أركض يعني أنا بجري بسابق الزمن، وبضرب يعني بحارب الشيطان، وبأقمع واستعبد جسدي أنا لحسن يقلب علي ويضيع كل اللي بعمله. لغاية كده معلمنا بولس شرح لنا حقه كرسول ودافع عن حقوقه، ثم تنازل وقال أنا ما يشغلنيش الحاجات دي، أنا يهمني خلاص النفوس. وحكى لنا جزء من منهجه الروحي كيف يركض ويحارب ويقمع. هيرجع تاني يناقش قضية كان فتحها، قضية الولائم وما ذبح للأوثان، لأنه لقى في شعب كنيسة كورنثوس بعض المستهترين اللي بياخدوا الأمور بنوع من الكبرياء. يقول احنا ناس بتوع ربنا نعمل اللي نحبه، ما فيش حاجة غلط بالنسبة لنا، ناكل أي حاجة نروح أي حتة. كانوا في الوقت ده بيتعزموا حتى في الهياكل الوثنية على الولائم. هو كان سمح قبل كده انه ممكن الواحد ياكل ان ما كانش هيعثر اخوه، لان الاكل مش هيزود ولا ينقص وما فيش حاجة اسمها اوثان. لكن كمان عارف ان في شوية ناس وصل الاستهتار بيهم ان هم ممكن يشتركوا في مائدة الاوثان. يعني ايه؟ في الولائم الشرعية اللي بتبقى احتفال بالوثن، يعني كل اللي هيشاركوا فيها بيعبدوا الوثن يشتركوا هم فيه. فهنا طبعا هيقول لا، ده نوع من الاستهتار، لان العمل ده يعتبر جزء من عبادة الوثن، دي غير دي. التانية كانت مجاملة مع صديق بيقول لك اتفضل كل، انت بتقول انا هاكل مش هدور اتذبحت ازاي وعلى اسم ايه، هو الاكل اكل. انما التانية تعتبر عبادة، جزء من عبادة الاوثان. عشان يوصلهم لفكرة الحرص من الاستهتار هيبدأ بفكرة جميلة قوي. هيقول لهم تعالوا نرجع بالزمن ونشوف شعب الله في العهد القديم. شعب الله اليهودي كانوا مختارين وشافوا معجزات وعز من ربنا، انما اللي خرجوا من مصر ما وصلش منهم كنعان الا نفرين، اللي اتولدوا في السكة وصلوا ودخلوا. ده ليه؟ وابتدى يحكي، عاوز يدي مثل ان اوعى عشان انت اتعمدت
وخدت الميرون ودخلت الكنيسة، تتصور أنه النهاية مضمونة وتعيش باستهتار. هيجيبها لنا من فكرة العهد القديم أن كان في شعب خد صلاحيات وإمكانيات وحاجات كتير قوي وفي الآخر ضاع. فيحكينا الحكاية اللي في زمن موسى، يقول إيه؟ فإني لست أريد أيها الإخوة أن تجهلوا أن آباءنا جميعهم كانوا تحت السحاب. آباءنا بحكم اليهودي، فآباء اليهود هم اليهود اللي وقت موسى، موسى قبل المسيح بحوالي 1500 سنة. وكلكم فاكرين حكاية السحاب لما موسى خرج الشعب، كان في عمود سحاب يتقدمهم، ولما دخلوا في البحر شق موسى البحر، بقى صور مية يمين وصور مية شمال وسحابة فوق راسه، والسحابة مية برضه، فبقت مية فوق مية يمين مية شمال، كأنهم ايه اتعمدوا لأن المية حوطتهم من كل حتة. وخرجوا من المعمودية دي على سينا أحرار، ما عادوش عبيد زي لما كانوا في مصر. فعاوز يحكي لهم القصة دي ويقول لهم تعالوا نمشي الأخيرة. الناس اللي اتعمدت دي على يد موسى تعتبر معمودية أو رمز للمعمودية. لما دخلوا سينا وصلوا فين في الآخر؟ يقول لا أريد أن تجهلوا أن آباءنا جميعهم، هنا كل الناس عدت على دي، كل أطفال وشيوخ وستات ورجالة، كل الشعب العبراني كانوا تحت السحاب، وجميعهم اجتازوا في البحر، وجميعهم اعتمدوا، يعني هو اللي حط الكلمة اعتمدوا لموسى، لموسى يعني وراء موسى، موسى المثل الأعلى، موسى مخلص العهد القديم، موسى رمز للمسيح المخلص الحقيقي، موسى رئيس الأنبياء، فمشين وراه وهو اللي فتح البحر وهو اللي مطلعهم على سين. اعتمدوا لموسى في السحابة وفي البحر، دي إشارة لفكرة إيه؟ الماء والروح، ما السحابة إشارة للروح القدس كمان والبحر إشارة للمية، فكلها إشارات رموز، رموز لمعمودية العهد الجديد. موسى بالنسبة لنا هو المسيح له المجد دلوقتي، والمعمودية هي جرن المعمودية اللي فيه الروح القدس مع المية يولدنا ولادة جديدة، يدينا حرية من عبودية الخطيئة. مش بس كده، لما طلعوا سينا جميعهم أكلوا طعاما واحدا روحيا، وجميعهم شربوا شرابا واحدا روحيا، لأنهم كانوا يشربون من صخرة روحية تابعتهم، والصخرة كانت المسيح. تقريبا معلمنا بولس بيحكي لنا كل سفر الخروج بيحكيه في آيتين ثلاثة، ما هو ده سفر الخروج. فبيقول بعد ما راحوا سينا مبقاش في أكل، فموسى صرخ لربنا، ربنا نزل أكل سماوي المن، كانش في مية في وقت، بقى يضرب الصخرة بالصليب اللي معاه بالعصاية، الصخرة تطلع مية إشارة للمسيح اللي هيدي الروح القدس. ودي تكررت، عشان كده قال الصخرة تابعتهم. ليه؟ اتكررت أثناء رحلة سينا أكتر من مرة، موسى يضرب الصخرة عشان تطلع مية، فكأن الصخرة دي يعني حاجة فيها سر، لأنها كانت إشارة للمسيح، فيقول صخرة تابعتهم، كأن في صخرة ماشية وراهم. ده مش معناه كده بالحرف، معناه ان منين ما كانوا يتزنقوا وكان موسى ممكن يضرب الصخرة إشارة لصلب المسيح يطلع المية، فعشان كده قال والصخرة كانت المسيح. الجزء ده يورينا حاجة، مش احنا في آخر الأيام اللي بنحاول نربط العهد القديم بالعهد الجديد؟ في ناس بتقول انتم مزودينها، لا مش مزودينها، ده الكتاب المقدس هو اللي علمنا كيف نقرأ العهد القديم. احنا لا نقرأه كتاريخ، احنا ما احناش هواة تاريخ، انما نقرأه من اجل خلاصنا، لان القصة دي هي قصتنا بس بطريقة تانية. الشعب ده هو الشعب ده، وربنا هو ربنا، وزي ما عمل معجزات بيعمل معجزات، بيدينا اسرار، بيدينا معمودية، بيدينا حياة جديدة، بيدينا حرية. طب النهاية ايه؟ فرصة نتعلم. فإذا معلمنا بولس الرسول ممكن نعتبره أبو الرمزية. يعني إيه؟ فكرة تفسير الرمزي للكتاب دي أكتر كنيسة في العالم حبته وانشغلت بيه كنيسة اسكندرية،
ولما نقول كنيسة اسكندرية يعني الكنيسة المصرية من ساعة نشأتها على يد ماري مرقس. كنيسة اسكندرية أحبت جدا الأسلوب الرمزي في التفسير من غير ما تتجاهل الأسلوب التطبيقي والعملي، لكن لما كانت تقرأ حكاية زي موسى والبحر كانت تحب قوي التفكير أن موسى ده يرمز للمسيح، البحر يرمز لمية المعمودية، سحابة ترمز للروح القدس، الشعب هو شعب العهد الجديد، تحب تقرأها بالطريقة دي من غير ما تتجاهل قيمتها التاريخية، لأن قيمتها التاريخية مهمة عشان نعرف مسار الأحداث وصلنا إزاي النهاردة كده. فالأسلوب الرمزي غير مرفوض، وده بقى مدرسة كبيرة قوي دخل فيها الناس زي أوريجانوس وكليماندوس وأغسطينوس، كل دول كانوا يحبوا الرمزية، وإن كان واحد زي أوريجانوس يمكن زودها شوية فبقت الكنيسة يعني بتحط له حدود كده لبعض تفسيراته وقالت نسميه علامة لأنه زود شوية وشرخ شوية في التفسيرات، لكن كمنهج مش مرفوض لأننا نرى في الأحداث رمزا لأحداث أهم. ودي مثل لكده أن بولس في العهد الجديد هو اللي علمنا نفهم الكلام بالطريقة دي. فتلاحظ بقى أن كل قصة ممكن تتفهم كده، مثلا ذبح إسحاق إشارة إلى صليب ربنا يسوع، شخصية يوسف اللي بيخلص مصر من المجاعة إشارة للمسيح المخلص. كل قصة بقى وكل حدث ممكن تدور فين علاقته بالمسيح له المجد، فين إشارته للحياة اللي احنا عايشينها دلوقتي. نرجع تاني لقصة الشعب اليهودي. طبعا لو عشنا مع الشعب ده من 3500 سنة دي معجزات كل يوم. تصور ان نازل علينا اكل من السماء جاهز كل يوم، معجزة يومية. تصور نشوف البحر المية طلع من صخرة نشف طلع مية تسقي مئات الالاف من البشر وما تخلص المية، دي معجزة. مع هذه المعجزات الشعب عمل ايه؟ لم يكف 40 سنة عن الشك والتذمر والخيانة لله. كل ما موسى يغيب شوية يقولوا فين موسى؟ فين ربنا؟ احنا نرجع مصر. مصر ايه؟ يقول لك هناك اصل كان فيه الكرات والبصل، بصل وكرات هو ده اللي وحشكه. وبعدين ربنا باله طويل يقولوا اصل كان فيه لحم، يجيب لهم لحمة يقول لغاية ما تخرج من انوفهم السلوى دي زي السمان كده، طيور يفضلوا ياكلوا لحمة لما يكرهوا اللحم عشان يقول لهم هو ده اللي انتم مشتاقين له في مصر. انهم تخلص القصة على كده يرجعوا يتذمروا تاني، كل شوية تذمر. واول ما يغيب موسى شوية يفكروا يعبدوا اوثان. اوثان؟ طب ده انت شفتوا البحر واقف سور، شفتوا عمود النار وعمود السحاب، شفتوا حصل ايه فرعون وجيشه شافوها بعينيهم. يقول لك جثث الفراعنة كانت عشط قصاد عينيهم، غرقوا في البحر اللي هم عدوا فيه برجليهم. يعني ما فيش حاجة تتناسي، مش ممكن الحاجات دي تتناسي. ومع هذا يدخلوا في الوثنية وفي الإباحية، وابتدى الزنا يدخل في الشعب، وابتدوا ينكروا ربنا ويتذمروا. طب النهاية ايه؟ النهاية ربنا رفضهم. رفضهم ولم يقبل غير اللي استمروا في الإيمان. فالقصة دي ليه بولس بيقولها دلوقتي؟ بينبه بتوع كورنس، إذا كنت افتكرت أن أنت عشان اتعمدتم يبقى كده كده رايحين السماء، لا حزت. غيركوا تعمد لموسى في البحر وما وصلش كنعان، غيركوا كل أكل من السماء وهلك في البرية، غيركوا شرب شرابا روحيا معجزة من صخرة وبرضه ما وصلش. ليه؟ بسبب اللي هيقوله دلوقتي. كأنه القصة دي تخوف الواحد من الاستهتار. صحيح احنا واخدين معجزات كتير قوي ومولودين في النعمة وعدينا من البحر وبنشرب وبناكل أكل وشرب روحي أعلى وأعظم جدا من المن والمية بتاعته جسد ربنا ودمه، لكن كما أنهم لم يصلوا جميعهم قد لا يصل منا أحد. هي دي التنبيه اللي عاوز يقوله بولس. نشوف يقوله ازاي. جميعهم شربوا شرابا واحدا روحيا لأنهم كانوا يشربون من صخرة روحية تابعتهم
والصخرة كانت المسيح. وعشان كده الآية دي كمان يا جماعة تفكرني بحاجة، لما بطرس أعلن وقال له أنت المسيح ابن الله الحي، قال له طوباك يا سمعان ابن يونة، إن لحما ودما لم يعلن لك وأنت بطرس، وعلى هذه الصخرة. أهو مش محتاجين نجتهد، بولس قال الصخرة هي مين؟ الصخرة هي المسيح. هل تبنى الكنيسة على بطرس أم على المسيح؟ تبنى على المسيح له المجد. أما بطرس فهو جزء من هذا الإيمان، هو بطرس دي يعني قطعة صخرية داخل الجبل، فبطرس داخل هذا الإيمان. وكل الآباء الرسل مبنيين على أساس الرسل والأنبياء، ولكن يسوع المسيح نفسه حجر الزاوية. فبولس ما سابش مجال للاجتهاد وقال الصخرة دايما هي المسيح. يبقى الكنيسة مبنية على المسيح وحده، مش على شخص أيا كان قدره. لكن بأكثرهم لم يصر الله، نهاية القصة، لأنهم طرحوا في القفر. في القفر يعني في الصحراء، كل شوية كان ربنا يسخط عليهم يعني يغضب عليهم، فتيجي مثلا حيات سامة تلدعهم فيبتدوا يهلكوا، يجري موسى ويصرخ لربنا يا رب سامح طول بالك المرات، طب معلش يا رب، ومن أجل شفاعة موسى ربنا يطول باله تاني. وتتكرر القصة أكتر من مرة، يقعوا في غضب ربنا، وبعدين ربنا من أجل موسى يتراجع عن أنه يهلك كل الشعب. لكن النتيجة إيه؟ اللي دخلوا كنعان فعلا من الجيل اللي طلع كبار من مصر، كانوا يشوع ابن نون وكالب ابن يفن. إنما الأربعين سنة اتولدت أجيال كتير قوي، دول اتولدوا في النعمة وأغلبهم لم ينحرف، فدول وصلوا كنعان. بأكثرهم لم يصر الله، ليه؟ لأنهم طرحوا في القفر. هذه الأمور حدثت مثالا لنا، الحكايات دي عشان نحن دلوقتي، حتى لا نكون اللي ضيعهم مشتهين شرورا كما اشتهى أولئك. دول بقت عندهم شهوة غلباهم أكل اللحم، الشهوة دي شغلتهم لدرجة كفروا بربنا، تذمروا على ربنا عشان شهوة أكل. فبيقول حزب بقى الواحد يتعمد ياخد البركات دي كلها وشوية أكل وشرب يضيعوا أبديته. لا تكونوا مشتهين شرورا كما اشتهى أولئك، ولا تكونوا عبدة أوثان كما كان أناس منهم وقت العجل الذهبي، لما عملوا عجل ذهبي ده وقعوا هارون في المطب ده، حتى هارون أخو موسى اشترك يمكن وقاد عمل العجل الذهبي من الذهب اللي كانوا واخدينه من المصريين. لما موسى نزل وغضب جدا واتكسر لوحي الشريعة من ايديه، سحق هذا العجل تماما ودراه، يعني ما سابش حتة قد كده على بعضها من كتر غضبه على خطية الوثنية اللي دخلت. وعشان ما يسيبش فرصة لحد يتراجع تاني ويعمل شوية ذهب يعملهم تمثال كإشارة إلى غضب الله. لا تكونوا عبدة أوثان كما كان أناس منهم. طب هو احنا دلوقتي ممكن نعبد أوثان؟ ممكن. تعرفين دايما العهد الجديد يقول ايه؟ الطمع الذي هو عبادة أوثان. أشهر وثن في العالم دلوقتي الدولار، أو يعني الفلوس أشهر وثن. إنما ممكن يبقى عربية، وممكن يبقى عمارة، وممكن يبقى فيلا، وممكن يبقى تلفزيون، وممكن يبقى شخص. فعبادة الأوثان موجودة بس واخدة شكل يعني جديد. كما هو مكتوب جلس الشعب للأكل والشرب ثم قاموا للعب. اللعب يا جماعة هنا مش مقصود لعب كورة، اللعب مقصود بالزنا، مقصود بالرأس والخلاعة التي تنتهي عادة بممارسات جسدية مرفوضة رضية. فهم دي احتفالات الأوثان أصلها كانت كده. فهم لما عملوا العجل الذهبي بقوا يعملوا اللي كانوا بيشوفوه عند الوثنيين. الوثنيين يعملوا ايه؟ ياكلوا ويشربوا ويرقصوا ويهيصوا ويعبدوا الوثن بالزنا. فطبعا كل ده على بعضه يغضب ربنا جدا.
ودايما عبادة الأوثان والإباحية أو الزنا ماشيين مع بعض طول الكتاب المقدس. عشان كده البلاد اللي ركنت ربنا من حياتها بقت الزنا حاجة طبيعية، لأنها وثنية جديدة. وأي شخص يبعد عن ربنا يبقى الشيطان مرقاد له حاجة أوحش من كده، عاوز يدخله في خطايا صعبة عشان يضمن أنه يدخل جهنم ما يطلعش من إيده تاني. فلما الشعب نادى بعبادة الأوثان اتدهور المستوى الروحي جدا بعد ما شافوا المسيح بعينيهم في عمود سحاب وعمود نار، وصلوا إلى منتهى الخطية. ولا نزني كما زنى أناس منهم فسقط في يوم واحد 23,000. طبعا اللي يرجع لسفر الخروج يقرأ كل القصص دي تكررت، مش قصة واحدة، قصص متتالية عن الجحود والإنكار والشهوة والزنا وعبادة الأوثان. كل ده ولسه السماء بتنزل من، ولسه الصخرة بتطلع مية. صحيح ربنا طويل البال، يعني الناس بتلغي ربنا وهو لسه منزل المن على رأسه. ما وقفش المن غير لما وصلوا كنعان، تصوروا يعني تبقى معجزة قدام عينيهم ومش شايفينها. عشان كده الكتاب يقول لهم عيون يبصرون ولا يبصرون. والخوف كل الخوف علينا، ساعات تبقى في حياتنا معجزات ومش شايفينها، وبرضو نعمل خطايا في عين الشمس كأن ربنا مش موجود وكأن معجزاته توقفت. يبقى المن هيدينهم والصخرة هتدينهم وعمود السحاب هيدينهم، والمعجزات اللي بيعملها ربنا معانا كل يوم تديننا إذا كنا نرجع نعيش زي ما الناس بتعيش. آخر جزء يقول ولا نجرب المسيح كما جرب أيضا أناس منهم فأهلكتهم الحياة. يعني إيه؟ يعني إيه لا نجرب المسيح؟ يعني هم قالوا لموسى بص بقى ربنا بتاعك ده احنا مش شايفينه ومش عارفينه، اما كانش ينزل لنا اكل او يراعي احتياجاتنا احنا هنرجع مصر. يعني تحدوا الله. التذمر لما يزيد يدخل في نوع من تجربة ربنا. عشان كده الكتاب يقول لا تجرب الرب الهك. هنا لا تجربه يعني ايه؟ يعني اوعى تشك فيه لدرجة انك تقول له ما هو انت بقى لو كنت ربنا تعمل لي وتعمل لي. وده اللي حصل بين الشيطان ربنا يسوع لما جه قال له لو كنت ابن الله طب ما ترمي نفسك والملائكة تشيلك. قال له لا، مكتوب لا تجرب الرب إلهك. ارمي نفسي واشوف ربنا اجربه هيلتزم بكلامه ولا لا، انا عارف ربنا هيلتزم من غير ما اجربه. فكلمة تجرب الرب إلهك دي او نجرب المسيح يعني شك، عندهمش ايمان خالص، وبدون ايمان لا يمكن ارضائه. بدل الواحد يستسلم للشك خلاص يزعل ربنا، يفصل ربنا عن حياته. فدول لما جربوا ربنا طلعت الحياة السامة تلدعهم، وفاكرين الحل كان ايه؟ هو الايمان برضه. موسى لما صرخ لربنا قال له اعمل لهم حية نحاسية وعلقها قصادهم كتوة وقفها على ساري زي الصليب، اللي منهم هيستعيد ايمانه ويثق في هذا الرمز يبص بس على الحية ويصرخ لربنا بالرحمة هيخف من السم اللي دخل جسمه.